انا حطيته خد منه مصطفى انا واولادي واجواز ولاد البنات، حاطط 2,300,000 عمرة في شقة أولادي بقالهم 20 سنة شغالين وفاتحين محلات في مصر، وشقة أولادي وكل شيء حطيته في عند مصطفى. مصطفى قال لي أنا بس تعمل إيه؟ قال لي أنا بسافر بره وبروح الصين وبجيب حاجات من الصين وببيعها هنا وبطلع كل الفوائد كل 4 شهور. قعد مستمر معانا حوالي بالظبط كده من سنتين ماشي كويس، وفجأة في شهر 1 السنة اللي فاتت 2020 قال لي في الموضوع الكلورة جه وما في الأرباح وقفت. استحملنا عشان ظروف البلد وعرفنا ظروف البلد وسكتنا ما حدش اتكلم. بدأ تاني قال أنا جاي، فاجئنا سافر كينيا واتصل بنا من هناك وقال أنا جاي في شهر 7 15/7 كل واحد هياخد الأرباح بتاعته. استنينا 15/7 ما جاش، راح مديدة تاني شهر 11 جه شهر 11/2020 ما جاش، مدها لنا تاني وقال هدي في 1/3/2021، ولغاية دلوقتي قطع الإرسال بيننا وبينهم، لا في عارفين نتصل على النت بيه ولا عارفين نتصل بأي حد. هو مصطفى وشركائه حوالي من 6 شركائه وأنا سايبه بتوع البدرشين. الفلوس دي أثرت عليك إزاي يا حاج بعد ما؟ الفلوس دي أثرت طبعا عليا شاء أولادي 20 سنة من سنة 2000 وبيجهزوا نفسهم لما لكليات لأولادهم لأي حاجة، والمبلغ ده قلنا مش حابين نستثمره في اي عند اي حد، فخوفنا من التجاره والخساره بره استثمرنا المبلغ ده عند مصطفى. فاتعملت محاضر حوالي من 11 محضر لغايه دلوقتي، ابوه محبوس تحت، محبوس واخد 45 يوم وابنه محبوس واخد 45 يوم، فاحنا لغايه دلوقتي مش عارفين حل في مصطفى خالص. عنده املاك هنا وبيوت وبتاع، طبعا ما حدش قدر يجرب جنبيها بناء على انه لازم امر من النيابه، وطبعا احنا الوقت مش عارفين نحل. احنا حوالي بالظبط كده 40 عيله من قريه القبابات ودينا فلوس حوالي بالظبط كده ربع مليار. انت طلباتك ايه؟ طلبات انا عايز فلوسي ديت ولا اولادي، اولادي اللي معاها بنت هتتجوز، انا فلوسي اللي طلعت من الجيش بيها كانت معايا وخدوها، اولادي اللي بقالهم 20 سنه شغالين نفس الطريقه، نسايب اللي مسافرين السعوديه وهنا كل فلوس مجدها لي ودتها له بناء على انه بقى بلدياتي، وهنا في نفس الوقت بقى له 20 سنه منجهز الفلوس ديت لاي تجاره لاي مصلحه. ففاجئنا بمصطفى ده انه بيتاجر وبيسافر الصين وبيجيب الحاجات دي، وقعد معانا سنتين ومش كويس. اتضح انه وانا بصيت لقيت حوالي من ظبط كده من 40 عيله منهم اكتر من كل عيله 100 واحد مدينه الفلوس دي، وطبعا الوقت مش عارفين حل البلد كده بالنسبه للعيال، هيقع في العيله ديت وابقى مشكله لرب السماء يحصل مجازر فيها. فاحنا عاوزين نمنع المشاكل ديت دلوقتي، وفلوسنا تيجي وتجيبوا لنا من تحت الارض.